أهلا أهمية وسهلا. يا فندم اختيار وتحديد أهمية المياه بالنسبة لجسم الإنسان، وحتى الشعار مخصص للمياه فقط. ده حقيقي، احنا بنعيش على كوكب الأرض 72% من الكوكب عبارة عن مياه. المياه العذبة اللي بيتنافس عليها الإنسان والحيوان والنبات حوالي 2.5%. فالمياه طبعا شيء مهم جدا، وحضرتك عارف ان احنا المشاكل اللي بتواجه العالم الفترة الجاية هي مشاكل المياه. فالمياه زي ما هي مهمة للإنسان والحيوان والنبات، فمهم أن هي تبقى متوفرة بشكل آمن وشكل صحي يقدر جميع الكائنات الحية تتناوله بدون أي مشاكل. فمهم جدا أن احنا نتناول مياه سليمة خالية من التلوث، نحافظ على المياه، عدم الإسراف فيها. وعشان كده الأمم المتحدة اتخذت شعار المياه هذا العام هو شعار لليوم العالمي للغذاء. حضرتك قلت أهمية المياه لجسم الإنسان، يعني سبحان الله احنا أكتر من 50% من جسمنا عبارة عن مياه. تكوين جسم الإنسان حوالي 75% منه عبارة عن مياه. فشرب المياه أول حاجة مهم جدا للتركيز وزيادة التحصيل الدراسي ولتنشيط الدورة الدموية، لأن الدورة الدموية لما هتبقى نشيطة جميع أجزاء الجسم وأعضاء الجسم هتعمل بالكفاءة. كمان عند المياه بتحافظ على درجة حرارة جسم الإنسان عند 37 درجة مئوية، ولا جسم الإنسان يتأثر بالبرودة ولا بالحرارة. لو ما كانش في مياه في أجسامنا درجة حرارة الجو لما تبقى 40 يبقى احنا جسمنا يبقى 40 وزيادة، تبقى مثلا بالماينس يبقى جسمنا هينزل بالماينس. وجود الماء بشكل متوازن جوه جسم الإنسان ده بيحافظ على درجة حرارة المياه. المياه بتخلص الجسم وبتعمل له ووشنج طول الوقت من السموم المختلفة اللي بتخش أجسامنا عن طريق الأغذية وعن طريق الهواء ممكن الملوث، فالمياه طول الوقت بتغسل أجسامنا. كمان المياه مهمة جدا للزوجة الدم، يعني احنا خصوصا احنا كمان داخلين على فصل الشتاء وناس كتيرة بتنسى تشرب مياه خلال فصل الشتاء وتقول ما بنعطش. ده بيؤدي ان لزوجة الدم بتتغير فبتبقى أتقل فما بتصلش للأطراف، فطول ما احنا قاعدين حاسين ان احنا سقعانين ده بسبب ان الدورة الدموية بتكون بعافية شوية. فمهم جدا في فصل الشتاء ان احنا نحرص على تناول المشروبات الساخنة وتناول المية بشكل مستمر حتى لو احنا مش عايزين نشرب مية، لان ده بينشط الدورة الدموية بيدينا شعور بالدفء. عايزة اقول لحضراتكم ناس كتير هتقولك ما بحبش اشرب المية، ما بتجيش على بالي. اقول له لا، حط ازازة مية قدامك، حط فيها عود نعناع، حط شرائح ليمون برتقال، بحيث ان هي تغير طعم المية وتخليك اكثر اقبالا على تناول المية وشرب المية.